طيب خلينا نروح لخبر مهم جدا عن طبعا بطولة العالم للسلاح، وهو الإشادة العالمية بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح. مسؤولين الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل أكدوا أن مصر بتنظم بطولة عالم على أعلى طراز، وأن مسؤولين الاتحاد المصري برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني قايمين بجهد جبار ومقدمين كل وسائل الراحة لكل الوفود المشاركة في البطولة. وقال كمان أن كان متوقع أن مصر هتنظم بطولة بشكل متميز جدا زي ما نظمت قبل كده بطولة العالم للشباب والناشئين، ولكن المرة دي احنا قدام تنظيم مبهر بكل المقاييس. ده كلام رئيس الاتحاد الدولي، وأكد أن السلاح المصري بيتطور بشكل سريع واللعيبة بتكتسب خبرات كبيرة، وأن مصر عندها لعيبة كتير شباب قادرين أنهم يحققوا نجاحات كبيرة في السنين اللي جاية. وكمان أكد أن مصر شريك كبير في النجاحات اللي بيعملها الاتحاد الدولي للسلاح، ومصر قدرت أنها تنظم معانا بطولة الجائزة الكبرى واللي اتلعبت أواخر شهر إبريل اللي احنا فات. طبعا كاميرا الأبطال ما سابتش الفرصة دي، وكاميرا الأبطال كانت موجودة في الافتتاح. سجلنا مع الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد، الدكتور حسن مصطفى، وسجلنا كمان مع أحمد سمير أو كابتن أحمد سمير عضو الاتحاد ومدير البطولة. خلينا نتفرج على التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. واحدة من أكبر بطولات العالم، بطولة العالم لكبار السلاح. كل الشكر والتقدير للاتحاد المصري واللجنة المنظمة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، منظومة يعني رياضية متكاملة الحمد لله. البطولة دي يعني لازم نقول إن هي اتعملت مرة واحدة في مصر 1949، افتتحها الملك فاروق، دي المرة الثانية. امبارح احنا كنا في يعني ريسبشن بتنظمه الجالية الإيطالية والمعالي السفير الإيطالي، وكان في جماعات وبيتكلموا عن العلم والتكنولوجيا والرياضة. لكن في الحقيقة الرياضيين الإيطاليين قالوا السلاح يعني حاجة لفتت نظري، إن هم هينظموا 2023 بطولة العالم، وإن هم عندهم تحدي كبير جدا بعد اللي شافوه في القاهرة، ودي دولة أوروبية. أكيد الحمد لله إحنا مصر بتنظم البطولة دي من 4 سنين فاتت، لما بدأنا من آخر 2018 بداية من كأس الأمم الأفريقية 2019. إحنا 158 بطولة رسمية أفريقية وعالم من خلال الاتحادات المختلفة. أصبح هناك ثقة كبيرة جدا من العالم، من مجالس إدارات الاتحادات الدولية في مصر، حكومة مصرية واتحادات رياضية. ده شيء مهم جدا. في حاجة اسمها معدل التنافسية العالمية. معدل التنافسية العالمية قياس الدول اللي تستضيف بطولات ومستوى الرياضة وتقدمه والمدن اللي ممكن تستضيف. الحمد لله احنا تقدمنا بفضل هذه الاستضافات، والقاهرة أخذت رانك كبير، والغردقة وشرم الشيخ في المدن القابلة لاستضافة الأحداث الدولية. بطولة العالم للسلاح ومصر بقت قلعة للرياضة على مستوى العالم كله، مش في السلاح بس، في كل الألعاب. فأنا أحب أن أنا بقى أوجه شكر للدولة والسيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف على المجهودات الكبيرة اللي بيعملوها لتطوير كرة لتطوير العالم في الرياضات المختلفة. طبعا دي حاجة يعني بتساعدنا جدا رغم الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، لكن اديك شايفة حضرتك بطولات ورا بطولات. طبعا كل دي مجهود وميزانيات وإعداد وتنظيم على مستوى عالي جدا. وفي الحقيقة أهم حاجة في هذا الموضوع إنه مش كوانتيتي بس، لكن كوانتيتي وكواليتي، يعني على مستوى عالي جدا. وطبعا انا سعيد جدا ان كل البطولات اللي بتبقى موجوده هنا وكلهم ناس رؤساء الاتحادات بيبقوا رؤساء الاتحادات الدوليه موجودين يحضروا هذه البطولات، وكل واحد منهم بيبقى سفير ان شاء الله في تنظيم على اعلى مستوى. حاجه انا حضرت بطولات عالم وحضرت في السلاح، يعني حضرت دورات اولمبيه، لكن هنا لا تقل عن اي بطوله من هذه البطولات الكبيره. يعني فانا طبعا بوجه الشكر للناس كلها. اثبتنا ان احنا ان مصر قادره على استضافه البطولات العالميه، وده كان توجيه من القياده السياسيه. اقيمت البطوله برعايه الاستاذ الدكتور اشرف، الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كنا نتمنى حضوره طبعا، لان دي بطوله عالم، ثاني اكبر حدث رياضي بعد الاولمبياد. شرفنا بالحضور الاستاذ الدكتور اشرف صبحي والبشمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه والدكتور حسن مصطفى. النهارده احنا قدرنا ناكد ان مصر قادره على استضافه الاحداث العالميه بشكل اعتقد ان حضراتكم شفتوه. العالم كله بيثني عليه، اكثر من 105 دوله موجوده على ارض مصر. قدرنا نوفر لهم كل المتطلبات والشروط اللي المفروض نحققها. الحمد لله النهارده نجحنا بنسبه 100%، الحمد لله.